السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون الناس الحلوة مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة وأخيرة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 من الميلاد. النهاردة حلقة مختلفة شوية ومتنوعة شوية وفيها حركات، وعلى رأي حسن كشف حسن حركات وتكات ومحتاجات عندنا. خلينا نبدأ من الآخر للأول. عندنا الفقرة الأخيرة النهاردة فقرة محببة جدا إلى قلبي، وأنا نفذت الوعد اللي أنا وعدت حضراتكم به الأسبوع اللي فات أثناء احتفالنا بعيد الإعلاميين اللي كان موافق 31 مايو وهو نفسه يوم انطلاق الإذاعة المصرية، فهو عيد الإذاعة. فأنا انتقلت مع فريق عمل البرنامج إلى ماسبيرو، المكان المحبب إلى قلبي جدا وبيتي اللي أنا تربيت فيه وتعلمت فيه وكبرت فيه وفضله عليا. ذهبنا هذا الأسبوع إلى ماسبيرو وتحديدا إلى مكتب رئيس الإذاعة الأستاذ محمد نوار، والتقينا به والتقينا بكل الزملاء العاملين في الاستوديوهات والإذاعات والشبكات والموجات الإذاعية المختلفة، وحنقل لحضراتكم جولة في النصف الأخير من البرنامج أعتقد أنها هتسعدكم لأول مرة تعيشوا الأجواء اللي بتحصل في شبكة إذاعة القرآن الكريم وشبكة صوت القاهرة وبرنامج العام وصوت العرب. يعني هتعيشوا الجو وتخشوا جوه الكواليس والردهات والممرات التاريخية العظيمة والعريقة بتاعة ماسبيرو. ومرة تانية كل سنة وكل إعلامي بخير، وكل سنة وكل إذاعي مصري بخير. ثم الفقرة اللي قبليها هتبقى الفقرة الأسبوعية اللي احنا بنحاول نعمل فيها استراحة فنية كده ونقلب في ألبوم النجوم وألبوم الذكريات مع الناقد الفني الأستاذ محمد شوقي. والنهاردة هنتكلم عن عظيم التقمص وكبير التمثيل وعبقري الموهبة محمود مرسي، وكفاية كلام لأنه التفاصيل كلها في الفقرة إن شاء الله. صاحب الوجه المعبر والعينان الزرقاوان عينان الصقر والملامح اللي كلها تعبير وإحساس وشجن وحاجات حلوة كتير استمتعنا بيها على مدار مشواره الفني والتاريخ الكبير. نبدأ البداية بقى بتاعتنا. البداية بتاعتنا النهاردة متعلقة بحاجة كده مش حلوة احنا عايزين نسلط الضوء عليها او ننور اللمبة الحمراء كده علشان اللي بيعملها يبطلها. واحنا هنتكلم بأدب وباحترام ومن غير قرص ولا سخونة، خلونا كده نبقى لطاف مع بعض علشان يبقى النوع اللي احنا بنتكلم بيه ده نوع من انواع العتاب الرقيق. لربما اللي بيعمل كده ما يبقاش قاصد، ربما اللي بيعمل كده ما يبقاش قاصد، فيبقى مجرد تحذير او تنبيه او كده بس شدة هدنة بسيطة كده تفوقه وتنبهه، فيبقى احنا خدنا الثواب وهو كمان عاد الى الصراط المستقيم. انا هكلمكم عن بعض الظواهر اللي حصلت هذا الاسبوع اللي ليها علاقة بانها تتحط تحت عنوان اسمه التنمر. وانا عارف ان التنمر مصطلح جديد علينا، زمان ما كناش نسمع عن حاجة اسمها التنمر ومش عارفين يعني ايه التنمر، لكن التنمر اصبح مصطلح دلوقتي موجود بكثرة. رقم اتنين اصبح جريمة، سامعين انا بقول ايه؟ اصبح جريمة يعاقب عليها القانون، يعني في مواد القانون التنمر جريمة، سواء بقى حصل فيس تو فيس وجها لوجه في الحياة او حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ايه التنمر؟ التنمر يعني ان انا من بلدي اتريق عليك او اسخر منك او اخد منك موقف بناء على شكلك او جنسك ده اللي هو ذكر او انثى، او لونك لون بشرتك او ديانتك او اي حاجة تميزك بس انت مالكش يد فيها. خدين بالكم بس من التوصيف اللي انا قلته، اي حاجة تميزك بس انت مالكش يد فيها، انت لا ليك دخل ان انت اتولدت راجل ولا ست، ولا ليك دخل في ان انت ابيض ولا اسمر ولا قمحي ولا مش عارف ايه، ولا ليك دخل ان انت طويل ولا قصير تخين ولا رفيع، ولا ليك دخل ان انت بعين واحدة ولا مناخير طويلة ولا مش عارف ايه، ولا ليك دخل باي حاجة من الحاجات دي خلقة ربنا. فبالبلدي كده التريقة على خلقة ربنا او ان انا اخد منك موقف بناء على خلقة ربنا ممنوع وغلط وما يصحش ومجرم قانونا. كلام واضح؟ واضح. ايه الواقعتين اللي حصل؟ الواقعتين اللي حصلوا واللي خلوني اقلق على بعض السلوكيات في المجتمع، فدورنا ان احنا نحذر عشان ما تنتشرش، لان الحاجات لما بتعدي وبتمر الناس بتفتكر الله طب ما طبيعي وعادي وبتحصل اهو، فبتبقى سبهلله.
الواقعة الأولى اللي حصلت كانت من حوالي 3-4 أيام في أحد الكافيهات في التجمع في القاهرة الجديدة. وأنا هتعمد إن أنا ما أقولش أسماء، لا هقول اسم الكافيه ولا هقول اسم المكان التاني اللي عمل الحكاية دي، عشان يبقى كلامي برضو للمصلحة، وإن أنا مش عايز أشوههم ولا أنتقدهم ولا أجرسهم ولا أفضحهم، بس لو عملوها تاني لا، الجرثة والفضيحة واجبة ساعتها. أحد الكافيهات الشهيرة في منطقة القاهرة الجديدة في التجمع، والواقع اللي احنا قرينا عنها وسمعنا عنها وحصلت، وان هم قاموا بطرد او اخراج زبونة بسبب انها لابسة عباية، والدنيا ثارت وقتها. وهذه الزبونة او هذه العميلة اللي صورتها قدام حضراتكم رجعت وكتبت على السوشيال ميديا انها شعرت بالاهانة وشعرت بالامتهان، وانها ما كانتش لابسة حاجة فاضحة ولا لابسة حاجة متسخة يعني، ولا لابسة اي حاجة تستعر منها، بالعكس ده لبسها العادي وهي حرة في لبسها، واحرجوها في المحل لما قالوا لها اتفضلي برا. وعشان الامانة المحل نزل بيان يوم ما الدنيا هاجت كده على السوشيال ميديا، نزل بيان بالليل من وجهة نظره المحل، قال لا ما حصلش الكلام ده، واحنا بنحترم كل الناس، والناس دي قعدت على الترابيزة هي واصحابها، قعدوا لمدة ساعتين، والفاتورة كانت ب800 جنيه حتى لما احنا قلنا لهم اتفضلوا وبتاع، ما دفعوش الفلوس واحنا ما عملناش اكشن وبتاع كلام كده. لكن انا ماليش علاقة بالليلة دي، ال800 جنيه وبتاع لو حق المحل ياخدوهم مش قضيتي، انا قضيتي ان الواقعة حصلت حصلت، الواقعة حصلت حصلت، وهنا في تنمر حصل. التنمر ان انا رفضت ان واحدة تقعد في المحل عندي عشان مش عاجبني لبسها. فهو السؤال، مين انت عشان ما يعجبكش لبسها؟ السؤال مين حضرتك عشان ما يعجبش لبسها؟ ما انا ممكن امشي في الشارع واقول لك برضو انت مش عاجبك لبسك، مش عاجبني لبسك اتفضل من هنا. طالما الزبونة معاها فلوس اللي هتاكله او هتشربه وملتزمة بالادب وما عملتش حاجة غلط، تحطها على راسك من فوق، انت فاتح المحل عشان كده. مش من حقك تصنف الناس، ومش من حقك تقيم الناس، ومش من حقك يعجبك او ما يعجبكش لبس الناس، ومش من حقك تطرد الناس الا لو خلفوا القانون. لكن حرية الزي متاحة للكل. لو واحدة لابسة جيبة قصيرة ولا مايوه كنت عملت معاها كده؟ لو واحدة لابسة حجاب ومش عارف ايه، اي حد يلبس اي حاجة، هذه حرية شخصية، لا انت ولا غيرك يملك ان يقول لحد لبسك صح او غلط، او لبسك عاجبني او مش عاجبني، او مناسب او مش مناسب. ما فيش حد، حرية مطلقة مطلقة. وانا هنا مش هطالب المحل او الكافيه بالاعتذار قوي، لانه في النهاية هو اللي جاني على نفسه، يعني خلاص الواقع حصلت، لو اتكررت او عملها تاني او بتاع هو اللي هيخسر زباينه، وبالتالي هيخسر فلوس، وبالتالي هو اللي هيعض على اصابع الندم يعني. بس دي واقعة تستحق ان احنا نقول غلط وما يصحش، غلط وما يصحش. الواقعة التانية اصعب، اصعب بكتير، لانها متعلقة بطفلة صغيرة. وانا عارف انه المواقف اللي زي دي ممكن تعمل ايه في نفسية وفي شخصية طفلة في السن ده، وممكن لا قدر الله تكبر وتبقى معقدة نفسيا بسبب الموقف السخيف اللي حصل ده. تخيلوا معايا انه مبارح اب وام عندهم بنوتة صغيرة كده، ربنا يفرحنا كلنا بولادنا، عندهم بنوتة صغيرة راحوا يقدموا لها في المدرسة. الاب والام خلفوا وكبروا سنة سنة كده وبتاع لحد ما بقت مش عارف 4-5 سنين كده سن الدراسة، فراحوا يقدمونا في المدرسة وفرحانين ولابسين لبس حلو ومتأنقين كده، ورايحين بقى بداية المشوار وبداية الرحلة وبداية الحب، وتعارفين بداية أول حاجة دي بتبقى لطيفة قوي، وصور وميموريز وذكريات حلوة قوي. وراحوا قابلوا المدرسة، والبنت عملت إيه؟ انترفيو. طبعا دي مش مدرسة حكومية، دي مدرسة خاصة اللي أنا بكلمكم فيها. والبنت دخلت عشان تعمل انترفيو. حلو؟ حلو. الورقة بقى اللي طلعت من المدرسة، الانترفيو، استنى بس، الانترفيو البنت كويسة في كل حاجة، يعني تقييم الانجليزي بتاعها اللي هو A B C مش عارف كذا جيد، التحدث جيد، مش عارف السلوك العام جيد، مش عارف ايه جيد، يعني كل حاجة جيد، بس في فوق كده ملحوظة، الشكل العام غير لائق.
فلما نسمع ان الشكل العام غير لائق نكتشف انه مثلا لا قدر الله لبسنا حاجه مش تمام او ايه بقى الشكل العام اللي مش لائق؟ ان شعرها كيرلي يعني مجعد يعني خشن، فالبنت اترفضت من المدرسه عشان شعرها كيرلي. وادي البنوته القمر، ادي البنوته القمر اللي شعرها كيرلي، ده يا ريت شعر الناس كله كيرلي بالحلاوه دي وبالجمال ده. والبنت ضحكتها تشرح القلب وتفتح النفس وتسر البال الحزين. بنوته بسم الله ما شاء الله ربنا يعني يكتب لها الخير والبركه في عمرها كلها هي ووالديها. وحتى لما الاب والام، خدوا بالكم ده الحوار ده دار ما بين الاب والام ومديره المدرسه في وجود البنت، فقالوا لها يعني مسكوا الورقه كده فقالوا لها يعني ايه شكل غير لائق عشان البنت شعرها كيرلي. فالست من التجاوز في رايي يعني قامت ماسكه شعر البنت قدامهم وقالت لهم اهو شعرها اهو خشن، البنت مش نافعه معانا. فالاب بحكمه حب ما يطولش في الموضوع لان بنته واقفه وكل ده الكلام ده عمال تسمعه هيتخزن جواها وربما يعقدها نفسيا زياده، فقال للست المديره متشكرين قوي وخد مراته وبنته وروحوا. وقام كاتب على السوشيال ميديا على صفحته التجربه دي والمعاناه، وقال قد ايه نفسيه بنته محطمه ومتضايقه من ساعه ما هو عماله تسالهم طول الوقت في البيت بالليل امبارح، هو انا شعري كده وحش؟ هو انا كده الناس هتريق عليا في الشارع؟ هو انا كده مش هينفع اخش مدرسه؟ مش هينفع اتعلم؟ هو انا في حاجه وحشه؟ هو انا كذا وكذا وكذا؟ فالاب بيقول انا مش عارف يعني اعمل ايه وازاي بنتي تتحط في موقف ده من مدرسه المفروض ان اللي بيشتغلوا فيها فاهمين النواحي التربويه والنفسيه والسلوكيه صح. ده موقف في منتهى الخطوره. كمان مديره المدرسه او المدرسه تعاملت بالشكل رغم ان الشكل مفيهوش حاجه خالص، البنوته زي القمر بسم الله ما شاء الله يعني، ومع ذلك هي من وجهه نظرها عايزه اللي عندها في المدرسه كلهم شعرهم سلاسل ذهب ناعمه على اساس انها فاتحه كوافير حلاق صحه مش فاتحه مدرسه. شيء الحياه لا يمكن السكوت عليه. ما اعرفش الاب والام هياخدوا اجراء ضد المدرسه ولا لا، دي مش قضيتي. انا قضيتي ان انا دوري هنا في الاعلام ان احنا نقول غلط. للقصه بتاعت المدرسه والشعر الكيرلي الخشن غلط، وللقصه بتاعت الكافيه ورفض دخول الست اللي لابسه عبايه غلط. كل حاجه فيها اساءه استخدام السلطه اللي انت اللي هي عندك وتمييز الناس وتصنيف الناس بناء على حاجات مش في ايديهم بسبب خلقه ربنا ليهم غلط. وبتعمل كده هيتعمل كده معاك كما تدين تدان. المجتمعات المحترمة اللي فيها كل واحد حر ما لم يضر، ومساحة حريتي تنتهي عند مساحة حرية اللي قدامي، لا عايزينها فوضى ولا عايزينها خنقة، لا عايزينها فوضى ولا عايزينها خنقة. اللهم بلغت اللهم فشهد. طيب النهاردة عندنا قد ايه على الفاصل؟ طيب النهاردة 12 خبر منذ قليل. الخبر ده الحقيقة يعني طبعا مزعج لانه متعلق بوفاة احد الاشخاص، لكن هذا الخبر كمان اعاد الينا ذكريات البطولة وذكريات الفداء وذكريات التضحية وذكريات الاشخاص اللي يستحقوا ان اسمائهم توضع في صفحات التاريخ باحرف من نور وذهب. منذ قليل توفي البطل المصري ابو منونة، هو اسمه كده ابو منونة. وانا اعتقد ان معظم حضراتكم المفروض تكونوا عارفينه. ليه؟ انا عارف ان انتوا احداث حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف التي سبقتها وبتاع يمكن كلنا مش ملمين بها قوي، بس انا معتقد ان مفيش حد من المصريين ما اتفرجش على فيلم الممر، الفيلم اللي احدث ضجة كبيرة جدا في مصر عندما عرض العام الماضي، لدرجة حتى انه عرض في عرض امام السيد رئيس الجمهورية واشاد به واحتفى بنجوم وصناع وابطال
الفيلم لانه ملحمة تاريخية وطنية عن اهم فترة من فترات تاريخ مصر العسكري، وهي حرب الاستنزاف التي سبقت نصر اكتوبر العظيم والمجيد في 6 اكتوبر 73. واحد من ابطال فيلم الممر، واحد من ابطال العملية الاساسية التي جسد بسببها فيلم الممر، هو ابو منونة. هذا الرجل المصري السيناوي الذي اصطحب المجموعة القتالية الكوماندوز المصريين وارشدهم في دروب وكهوف وجبال وممرات سيناء، واستحمل كل شيء لدرجة ان العدو الاسرائيلي وقتها قبض عليه، لكنه لم يستسلم ولم يعترف، بل بالعكس قاوم بشدة لحد ما في العملية زي ما شفت في فيلم الممر خلصوه مع بعض الاسرى كمان اللي كانوا موجودين في المعتقل الاسرائيلي، وكان واحد من اهم اسباب نجاح عملية الممر والبطولات المصرية. في فيلم الممر الفنان محمد جمعة اللي صورته في الاول خالص، ده اول واحد على الشمال اللي لابس التلفيحة السيناوي، الفنان محمد جمعة هو اللي كان قايم بدور البطل المصري الراحل الذي توفي عن عالمنا منذ قليل، ابو منونة. وادي صورته اهو وهو شايل الشوال اللي كان بينقل فيه الاكل والشرب والمعلبات والمؤونة للكوماندوز المصريين، واوقفه الجيش الاسرائيلي واعتقلوه بعد كده وتتوالى احداث الفيلم. رحمة الله على ابو منونة، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ونعتبره يا رب من الصديقين في منازل النبيين والشهداء، لانه لم يمت شهيدا لكن مات بطلا مرفوع الرأس، قدم لبلده والوطنه ولسينا ارض سينا كل التضحيات وكل الفداء وكل البطولة. كل التحية لابو منونة وكل العزاء والسلوان والصبر لاهله، سواء اسرته الصغيرة او كل اهالينا في سيناء. وهذه الواقعة، واقعة وفاة ابو منونة، تذكرنا ببطولته وتذكرنا ان كل اهالي سيناء هم اول المدافعين، اول الابطال المرابطين للدفاع عن الامن القومي المصري. هؤلاء هم تحملوا والذين ما زالوا يتحملون كل المعاناة من اجل تراب سينا الغالي ومن اجل الحفاظ على امن قوم مصر. تحية لروح ابو منونة وتحية لحياة كل سيناوي على ارض مصر هذه الايام. نلتقي بعد الفاصل. النحيف المخيف وصاحب الكاريزما القوية، لقبان ارتبط بالمشير عبد الغني القمصي، وهي الألقاب التي أطلقتها عليه رئيسة وزراء إسرائيل لشراسته وبراعته في مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، والانتصارات القوية التي حققتها القوات في حرب أكتوبر المجيدة، إذ لعب دورا هاما كقائد مصري كبير قبل وأثناء وبعد الحرب. عمل القمصي ضابطا بالمخابرات الحربية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعمل مدرسا مدرسة المخابرات، حيث تخصص في تدريس التاريخ العسكري لإسرائيل الذي كان يضم كل ما يتعلق بها عسكريا من التسليح إلى الاستراتيجية إلى المواجهة. تقدم باستقالته من القوات المسلحة عقب حرب يونيو 67 ليفسح للجيل الجديد الفرصة لاسترداد الأرض المحتلة. رفض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استقالته وأسند له مهام الإشراف على تدريب الجيش المصري مع عدد من القيادات المشهود لهم بالاستقالة الاستقامة والخبرة العسكرية استعدادا للثأرة، وجرى تعيينه رئيسا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة في يناير من عام 1972 للاستعداد لحرب أكتوبر، ثم رئيسا للأركان خلفا للقائد سعد الدين الشاذلي. ولم يترك القمصي منصبه كرئيس للعمليات إلا أثناء الحرب لشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة. لو خدنا بالصراع اللي بيننا وبين إسرائيل من يوم إنشاءت إسرائيل، نجد أن إسرائيل ابتدت تفكر من يوم إنشائها في قناة السويس كممر ملاحي عالمي وله أهمية استراتيجية. وأطلق عليه مهندس حرب أكتوبر، وصنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ. وعندما اقترب موقع الهجوم لتحرير سيناء 73، كان يرأس هيئة عمليات القوات المسلحة إلى جانب تخطيط تفاصيل العمليات الحرب. وقامت القوات المسلحة برئاسته بإعداد دراسة عن أنسب التوقيتات للقيام بالعملية الهجومية، حتى توضع أمام رئيسين السادات وحافظ الأسد لاختيار التوقيت المناسب للطرفين.
واعتمدت على دراسة الموقف العسكري للعدو والقوات المصرية والسورية، وسميت تلك الدراسة كشكول القمصي، وجرى اختيار يوم 6 أكتوبر لبداية الحرب بناء على تلك الدراسة. وامتد دور القمصي لما بعد الحرب، حيث اختاره الرئيس أنور السادات قائدا للمفاوضات مع إسرائيل، ورقى وقتها إلى رتبة الفريق أول مع توليه منصب وزير الحربية عام 1974 وقائد عام للجبهات العربية الثلاث عام 1975. يكفي أن أقول أن كفاءة الاحتراف في التخطيط والأداء الذي تمت بها عملية العبور لم يكن ممكنا لأي جيش آخر في العالم أن يفعل ما هو أفضل. إسراء سعد، آخر النهار. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. كل يوم خميس معدنا مع الاستراحة الثابتة اللي احنا بنحاول فيها نعمل ما يشبه ألبوم الفنانين ألبوم النجوم وألبوم الذكريات لتاريخ طويل من العمالقة اللي أثروا الحياة الفنية. النهاردة معدنا مع في رأيي عملاق كبير جدا 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 في الفن والتمثيل والأداء والإبداع، وفي رأيي كمان متواضع انه ما خدش حقه. طبعا هو رجل كبير وكل الناس عارفاه، بس انا في رأيي موهبته كانت تستحق ان نحتفي به سواء في حياته او بعد رحيله بشكل اكبر. خلوني الاول بس ارحب بضيفي العزيز وميكي ماوس الجديد للتاريخ الفني، الاستاذ محمد شوقي الناقد والمؤرخ الفني اللي بيشرفني ومنورني. حبيبي يا استاذ سلام، اهلا بيك يا استاذ محمد. ده شرف كبير ليا يا استاذ سلام، ربنا يخليك. طبعا فاكر عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس؟ استاذنا طبعا. طبعا كان اسمه الشهره طبعا ميكي ماوس، وكان تحس ان هو كتاب تاريخ فني يمشي على قدمين. يا خبر ابيض، ده انت وسام على صدري والله راي حضرتك ده والله. لا ان شاء الله يعني تخلفه وتبقى خير خلف لخير سلف. حضرتك متفق معايا انه عملاق النهارده اللي هنتكلم عنه عملاق كبير، انا رايي انه ما خدش حقه كمان من الدعايه والشهره والنجوميه. هو فعلا يعني بص يا استاذ تامر، الفنان الكبير محمود مرسي، احنا دايما بنسمع كتير يتقال على الفنان ده والفنان ده، الفنان الاستثنائي، الفنان اذا اطلق لقب استثنائي على فنان فلا يطلق الا على محمود مرسي. فعلا هو استثنائي في كل شيء. تخيل يا استاذ تامر 50 طب ما تستنى بقى. نحفز ونحمس الناس. نعمل شويه تشويق كده. انت قلت انه الاستثنائي في كل شيء. في كل شيء. طيب تعال نفكر الناس كده ب الاستثنائي في السينما والدراما المصرية محمود مرسي، ونرجع بقى نتكلم عن تفاصيل حياته وأعماله الفنية. فنان بدرجة فيلسوف. المرة دي أنا كنت طيب معاكم، لكن المرة الجاية مفيش رحمة. يتحدث 4 لغات. فاضية عني بكرة، ضميري فيها كمحامي مش مستريح، عاوز انسحب. قضية ايه؟ قضية قتل بسبب خيانة زوجية، انا فيها مدعي بالحق المدني عن الزوجة، جوزها قتل عشائها وحاول يقتلها يا جماعة. وحارب العدوان الثلاثي وكتب نعيه بنفسها. مفيش دبابة اسرائيلية هتعدي من الممر ده. إنه الفنان الكبير الراحل محمود مرسي الذي نحتفل بذكرى ميلاده هذه الأيام في 7 يونيو من عام 1923، فهو أحد أهم الفنانين الذين أثروا على فن التمثيل في مصر. الشيطان انشل ومات، عباس انحرق في نهر المستوى. قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفنية، وترك بصمة كبيرة بأعماله، محققا المعادلة الصعبة بتقديمه أعمال تحمل رسائل مهمة ما زالت خالدة في ذهن جمهورها. ولد مرسي بالإسكندرية والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية القسم الداخلية، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة، وبعد تخرجه من الجامعة عمل مدرسا إلى أن استقال وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي، وأمضى 5 أعوام ثم غادر إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وبعد 7 أشهر من تعيينه حدث العدوان الثلاثي، فقرر العودة إلى مصر رافضا البقاء هناك نظرا لاشتراك بريطانيا فيها.
أنا الحال هناك ما عجبنيش، عشان كده كان لازم أختلي بنفسي مدة طويلة أقرأ وأفكر الخطر جاي منين وإزاي نلحقه. والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية. اللهم وأنت الباطن، يا من تحتجب عن الخلق بشدة نورك. وبعدها عمل مخرجا بالتلفزيون المصرية ومدرسا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة. قدم محمود مرسي خلال مشواره الفني 90 عملا فنيا تنوعه بين السينما والمسرح والتلفزيون. وتوفي الفنان محمود مرسي أثناء تصوير مسلسل وهج الصيف إثر إصابته بأزمة قلبية عام 2004. عايزك زيي راعي جمال أتريس، انت اللي هتورثني، انت اللي هتاخد مكاني في الدهاشنة. إسراء سعد، آخر النهار. الواحد ما كانش عايز التقرير يخلص من جمال ادواره والفلاش باك بقى، الذكريات اللي عدت على الواحد. ابداعات يعني الفنان الكبير محمود مرسي. لك ان تتخيل يا استاذ تامر ان بدايته من سنه 1962، اول فيلم، اول ظهور لي كان في فيلم اسمه انا الهارب مع فريد شوقي، وكان دور دور ثانوي يعني. تمام. من 62 حتى وفاته ما عملش اكتر من 25 فيلم فقط، يعني 50 سنه 25 فيلم، عدد قليل جدا جدا، لكن 25 فيلم منتقى. من 25 فيلم يعتبروا من اهم كلاسيكيات السينما المصريه. يعني هو صاحب مدرسه الكيف مش الكم. بالضبط. ولو تتبعنا مسيرته يا استاذ تامر عن من اول فيلم انا الهارب سنه 62 مع فريد شوقي، هنلاقي عمل على طول تاني سنه مع سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه الباب المفتوح، كان دور صغير. لا بس كان فيلم حلو قوي يعني قوي. كان البطوله مشتركه بين الكابتن صالح سليم، صح، والنجم الفنان حسن يوسف ربنا يديله الصحه، كان هما البطوله دول. اجى محمود مرسي في دور صغير يعني كان مشهد. فاتن حمامه طلبته بالاسم بعد كده في فيلمها الثاني الليله الاخيره، اللي هو مع احمد مظهر. مظبوط. في سنه 64 طلبته بالاسم وهذا الفيلم، وكان هو البطل، حتى كان دوره اقوى واكبر من دور احمد مظهر فارس السينما. تمام. وقدام فاتن حمامة الفيلم ده مثل مصر في مهرجان كان سنة 1964 في المسابقة الرسمية. هي. ولدرجة انه دخل التصفيات. تخيل حضرتك، دخل التصفيات اللي هو الليلة الأخيرة. الليلة الأخيرة دخل تصفيات مهرجان كان 1964. تمام. ويعني لما بعد هذا الفيلم أصبح اسم محمود مرسي يعني متعلق بالأعمال المهمة والمهمة جدا. وانا عايز اذكر حاجه يا استاذ تامر، يمكن قبل فيلم انا الهارب سنه 62 هو كان المفروض هيدخل السينما سنه 58 في فيلم باب الحديد. ياه. مع يوسف شاهين. ايوه. دور فريد شوقي. اوف. دور فريد شوقي. وايه اللي حصل؟ طبعا المنتج عرض. لا فريد الله يرحمه برضه ما بيهزرش. اداله كتف محترم. لا لا، كان من المنتج. المنتج عرض عليه 100 جنيه. واجر هند رستم الفنانه الجميله بطله الفيلم كان 300 جنيه. فقال ما يعني انا اخد، انا البطل الفيلم، اخد اقل من البطله، فاعترض. يعني هو ما بصش للماده لكن بص للمبدا نفسه. بس هو ما كانش، كان نجم قوي لسه في البدايات، بس هو كان بطل الفيلم. هو زي ما قلت لحضرتك، هو ما بيبصش، يعني هو كان عنده صاحب مبدا، صاحب رؤيه. مش مهم بطل الفيلم. ما قلش عن البطله. بالظبط. فراح الدور لفريد شوقي. تمام. وظل 4 سنين لغايه ما ظهر مع فريد شوقي في دور ثانوي في فيلم انا الهارب. فريد شوقي ما كانش يعرفه، اول مره يشوف محمود مرسي. كويس. فاتفاجئ فريد شوقي هذا العملاق النجم الكبير وحش الشاشه ان نيازي مصطفى جاب له مش ممثل عادي. ده ممثل خطير. فبدا يعمل حسابه امام المشاهد اللي هيعملها قدام محمود مرسي. في اول فيلم. فاشترك معاه بعد كده فيلم اسمه فارس بني حمدان مع سعاد حسني. تمام. كان برضو وامير الدهاء. فارس بني حمدان مع سعاد حسني وليلى فوزي. الفيلم ده ملون بس ما بيجيش كتير. فيلم لا بس عن الشاعر اللي انت بتقولها دي لازم ابو فراس الحمداني، عن الشاعر ابي فراس الحمداني. الفيلم اسمه فارس بني حمدان.
لا ادور عليه ده. موجود 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 وبيتذاع كمان في التلفزيون. لا بتفرج عليه. وما تنساش رائعته مع فريد شوقي امير الدهاء. لا امير الدهاء ده طبعا اللي كان النسخه الثانيه من فيلم امير الانتقام. صحيح بالظبط. لكن مجد محمود مرسي يعني بدا، لو نيجي نتكلم عن مجد محمود مرسي السينمائي، كان بدايه بفيلم الليله الاخيره عام 1964 طبعًا. مع سيده الشاشه فاتن حمامه. هنتتبع افلامه، يعني هنقف عند الليله الاخيره، بعد كده لقائه مع ناديه لطفي. عمل مع ناديه لطفي ابداعات، اربع افلام، كان اولهم فيلم الليالي الطويله. الفيلم ده بيجي في التلفزيون الليالي الطويله. الفيلم ده كان اول ظهور، بص حضرتك، كان اول ظهور لنورا وبوسي مع بعض وهم اطفال فعلا. في هذا الفيلم. ايوه حلو. لكن الفيلم بعد كده بقى عمل معها فيلم السمان والخريف، رائعه السمان طبعا. والخريف طبعا. وفيلم الخائنه مع كمال الشيخ. لا هنوقف بقى عند اهم محطه بقى، اللي هي اهم افلامه على الاطلاق. ايه؟ عتريس. يا نهار ابيض، شيء من الخوف. ده شيء من الخوف ده، يعني مش فيلم والله، مش فيلم. يعني انا في رايي ان هو يتجاوز حدود الفيلم عشان يكون ملحمه ويكون درس ويكون رساله فيها توعيه وتوجيه. يعني لا، الفيلم ده اكبر بكتير من مجرد كونه فيلم سينمائي عادي. حضرتك في سنه 69 اتعرض على محمود مرسي دورين وعليه ان يفاضل بين دور واحد فيهم. كان الدور الاول من يوسف شاهين، عرض عليه دور محمد ابو سويلم محمود المليجي في فيلم الارض. خبر ابيض، دول الاثنين صعبين قوي. تخيل، هو وافق ورحب طبعا، بس كان ارتبط بعقد مع المخرج حسين كمال في فيلم شيء من الخوف، دور عتريس. فطبعا طبعا محمود مرسي لا يمكن يرجع في كلمته حتى لو كان الدور صغير. يعني هو ده راجل صاحب مبدا، وبيتميز محمود مرسي ان هو صاحب مبدا كويس، ففضل الارتباط. الكلمه الاولى كانت مع المخرج حسين كمال في فيلم شيء من الخوف، فعمل شيء من الخوف وضحى بفيلم الارض في ابو سويلم. لان طبعا انت عارف حضرتك يوسف شاهين كان بيحط شروط لابطال افلامه. صح. ما يشتركوش في اي فيلم عشان يقدروا يعيشوا تجربه او دور الفيلم نفسه ويتقمص الشخصيه. ويتقمص الشخصيه. صح. فطبعا كان دور عتريس اللي عمله مع العظيمه شاديه. الملحمه اللي زي ما حضرتك قلت، ملحمه سينمائيه حاجه، وما زال حاجه عظيمه هذا. لا وهو بصراحه طبعا كل الفيلم خرافي، بس هو اجادته في دور عتريس يخضك. ايه ده، في حد بيتقمص كده، وفي حد بيلبس الشخصيه كده، وفي حد يقنعك كده وتصدقه للدرجه دي، حاجه يعني. انا من اليوم ده بقى ما شفت ان محمود مرسي في منطقه تانية. بالظبط. والفيلم ده كاد ان يمنع من العرض. يمنع من العرض yeah. شيء من الخوف، لان ساعتها وقتها قال يقال ان شخصيه عتريس بترمز للزعيم جمال عبد الناصر. فطبعا ايوه ده سنه 69 الفيلم ده، فطبعا الدنيا اتقلبت. فراح ساعتها النائب رئيس الرئيس محمد انور السادات. خدوا بالكوا بس في النص كده يا انس، ارجع بالصوره عشان اقولها، انا مش هينفع اقولها وشاديه قدامي. اتقلبت دي عشان هو بورسعيدي، بس بقول لكم عشان بس في ناس تقول لك ايه اتقلبت دي، اتقلبت دي عشان هو بورسعيدي من اجمل المدن اللي بنحبها. ف بفسر لكم بس ليه اتقلبت. فبفعل المهم انتوا عندكم حاجه غريبه قوي البورسعيديه. خير، الحاجات اللي احنا بنفتحها انتوا بتكسروها ازاي بقى، والحاجات اللي احنا بنكسرها بتفتحوها. طب والاسكندرانيه بقى؟ ما برضو واضح ان البحر عندكم بيعمل شغل عالي. يعني احنا نقول اتقلبت، طبيعي اتقلبت، حاجه بتتقلب اتقلبت. انتوا تقولوا انت قلت ايه؟ الدنيا اتقلبت. اتقلبت يعني مش اتقلبت، اتقلبت. ده مش كلامي والله يا استاذ تامر. لا انا بقول لك ان انت لوحدك اللي كده. ده كلام حقيقي موثوق او موثق في الجرائد والمجلات. وكان ساعتها حدث كبير جدا طبعاً. ان فيلم زي ده كاد ان يمنع من العرض، خاصه ان الفيلم ده كان انتاج المؤسسه العامه للسينما. بس ايه اللي ربطه بجمال عبد الناصر وشيات إيه؟ لان دي قصه ثروت اباظه، الكاتب الكبير ثروت اباظه. فطلع ان فطبعا رئيس السادات وقتها او النائب رئيس الجمهوريه الزعيم محمد انور السادات وقتها راح اتفرج على الفيلم. وشوف هقول لك حاجه، الزعيم جمال عبد الناصر قال ايه؟ قال جمله جميله جدا. قال والله لو انا الشخصيه اللي في الفيلم ده يبقى انا استحق نهايه الفيلم. الله الله الله. وتم عرض الفيلم
في عصر جمال عبد الناصر، والفيلم شاف النور، والفيلم من سنة 69 إلى وقتنا هذا بيعرض وبيتشاف وبيعد من أهم، يعني الفيلم ده من أهم أفلام السينما على الإطلاق. صحيح صحيح، لحظة فتح الهويس بالذات كانت، تعرف الهويس ده حقيقي، يعني لما صلاح ذو الفقار ساعتها كان المنتج المنتج المنفذ، فراحوا لعمدة هذه القرية. كويس. فعمدة هذه القرية رحب ورحب جدا، بس قال لهم على شرط اعملوا لنا هويس. هويس، وبالفعل عملوا هويس، وفتحة شادية للهويس دي كان مشهد حقيقي وانطباع حقيقي من الجمهور او من أهل الناس القرية. اهل القرية، لان كان دول اهل القرية حقيقي، مش كومبارس. أي. مش كومبارس يعني، بس كان الهويس حقيقي. اي بالظبط. هو عمدة القرية اشترط ان ده يكون فعلا حلوة. مشهد حقيقي حلوة. لو تشوف حتى كان ساعتها حسين كمال اخذ الكاميرا في جنب بعيد عشان يصور اللحظات الصادقة. صح. بين شادية وبين اهل القرية على انهم فعلا حقيقة مش تمثيل. مظبوط. وان المية فتحت وحتروي اراضيهم. بالضبط. صح. وطبعا كفاية كمان الحان بليغ حمدي وكلمات وشاعر عبد الرحمن الأبنودي. هي بص الفيلم ملحمة. فتحت لحظة فتح الهويس، وفؤادة اول واحدة قالت لا، وجوازة عتريس من فؤادة باطل. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ده من اشهر خمس جمل في تاريخ السينما المصرية. طبعا جوازة عتريس من فؤادة باطل. ومش عايزين ننسى برضو استاذ تامر حكاية محمود مرسي مع الافلام الوطنية. هو قدم فيلم مهم جدا من الافلام اللي اثارت جدل، فيلم اسمه ثمن الحرية سنة 67 لو تفتكروا، اللي هو كان قايم بدور ايام الاستعمار، ايام الاستعمار البريطاني في مصر، كان قايم بدور خواجة ضابط برضو، وكان كان اشترط ان يجيب عشان الفدائي عبد الله غيس يجيبه ويعترف على كل الفدائيين، كان عبد الله غيس البطل امامه، فاختار سبع شخصيات يموتهم قدامه عشان يعترف. كان كريمه مختار وكان محمد توفيق. الفيلم ده مهم جدا، من الافلام المهمه جدا واللي نال فيها جايزه تقديريه من الزعيم جمال عبد الناصر عن دوره في فيلم ثمن الحريه. ممتاز. سنه 67. ايوه هي. هو هنلاقي تاريخ محمود مرسي زاخر بالامجاد. يعني من شيء من الخوف، بعد كده حضرتك لو شوف السبعينات فجر الاسلام سنه 71. مظبوط. اهم فيلم ديني في تاريخ السينما الدينيه، يعني ما تعملش افلام دينيه كتير في تاريخ. صح. السينما. صح. لكن هذا الفيلم حتى دايما مرتبط، هو ابرزهم طبعا، ومرتبط بذكرياتنا كلها في الذكريات الدينيه اللي بتمر بينا. ودوره كان دور مهم جدا. وكان واقف مع عمالقه يحيى شاهين وسميح ايوب، وكان مجموعه كبيره جدا من الفنانين الكبار. وهنشوف بقى افلامه اغنيه على ممر. اغنيه على الممر ده كمان ملحمه حلوه قوي قوي قوي. اغنيه على الممر ده يا استاذ تامر، كان رئيس السادات بكى في هذا الفيلم. بكى من هذا الفيلم. ده كان سنه كام؟ كان قبل انتصارات اكتوبر، في اثناء حرب الاستنزاف. بالظبط. هذا الفيلم كان ملحمه من الملاحم اللي كانت بتظهر الناس قبل، ما بين نكسه، بعد نكسه 67 وقبل انتصار اكتوبر 73. تمام. وطبعا محمود مرسي، كان فيلم محمود مرسي ومحمود ياسين وصلاح قبيل وصلاح السعداني، قامات مجموعه عظيمه. صحيح. وكان هو صاحب اخر فيلم ابيض واسود في تاريخ السينما، ليل وقضبان. دي مفارقه حلوه. دي اخر فيلم ابيض واسود كان بتاع محمود مرسي. ايوه، مع الجميله السيده القديره سميره احمد. تمام. ومحمود ياسين ومجموعه كبيره جدا من النجوم. كان اول اخراج لاشرف فهمي. ليل وقضبان. اشرف فهمي اخرج ابيض واسود. ده كان سنه 73. يعني اشرف فهمي هو اخر مخرج اخرج فيلم ابيض واسود، وكان اول افلامه. فيلم ده من الكلاسيكيات. لو مش عارف حضرتك شفته ولا لا، فيلم مهم جدا. كان لا ليل وقضبان. لا اي مدور سجان وزوجته سميرة احمد، وكان بقى وكان معاه توفيق الدين. كان لا فرصه الحاجات اللي بيقولوا لنا عليها يا استاذ محمد دي، ارجو ان نكتبها وندور عليها نتفرج عليه، حد يطول يلاقي فيلم من الكلاسيكيات الجامده ويبقى بالنسبه لنا جديد، كان بنتفرج عليه عرض اول فنتفرج عليه. فيلم موجود وفيلم متوفر وصورته جميله جدا، والفيلم نفسه من الافلام اللي فعلا يعني حضرتك ممكن تستمتع
وانت بتتفرج على مباراة فنية ما بين سميرة احمد ومحمود مرسي ومحمود ياسين وتوفيق الدقن. كان الوجه الجديد وقتها مجدي وهبة. يعني فيلم مهم. يعني هنشوف سينما محمود مرسي يعني ابناء الصمت. صحيح. عن حرب اكتوبر. صح. مع مجدة. لا مش مع مجدة. ابناء الصمت مش ده العمر لحظة اللي مع مجدة. العمر لحظة. ابناء الصمت. صح. انا اسف. مع مجموعة كبيرة من النجوم. نور الشريف، ميرفت امين، مديحه كامل، محمد صبحي، احمد زكي، محي اسماعيل. صح. من الافلام برضو اللي كانت بتتكلم عن نكسه 67 ولحق وانتصار اكتوبر. مظبوط. وده من كلاسيكيات السينما. وهو محمود مرسي ليه ست افلام ضمن افضل قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. مستحق والله. ويعني ده بخلاف الافلام المهمه اللي ما دخلتش السينما. صحيح صحيح. من ابناء الصمت هنخش مجموعته. عمل مجموعه مع شاديه في غير فيلم شيء من الخوف. عمل معها فيلمي امواج بلا شاطئ وامراه عاشقه، برضو من الافلام المهمه جدا. وطائر الليل الحزين سنه 77 لو تفتكروا، محمود عبد العزيز وعادل ادهم. شوف حضرتك المباراه التمثيليه اللي كانت بين محمود مرسي وعادل ادهم. صح. ده عمل دويتو. عملوا دويتو ما حصلش. يعني كان معاهم نيلي وشويكار. نيلي وشويكار ومريم فخر الدين. صح. كان مباراة فنية. بس هي فعلا مباراة ما بين رئيس النيابة محمود مرسي والراجل صاحب السلطة المطلقة ساعتها عادل أدهم. طلعت مرجان. ايوه طلعت مرجان. طلعت مرجان. هذا وطبعا عادل أدهم هذا الفنان العملاق. عايزين مرة عادل أدهم أرجوك. ده عادل أدهم ده البرنس. لا أنا عزيز عارف فاكر. أنا عزيز. لا وعادل أدهم من الفنانين برضو اللي فعلا تستوق يعني برضه من الاستثنائيين برضه لو حبينا نقول كده. عادل ادهم. لا عادل ادهم سيبه ده عايز ثلاث حلقات لوحده مش وقت. لا 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 وتاريخ فن طويل فعلا. نقعد يوم كامل لعادل ادهم. هنجيله ان شاء الله. لو دي السينما بتاعت سينما محمود مرسي. لو دخلنا بقى في دراما محمود مرسي. ابداعات. صحيح. من اول يعني انا بشوف ان هو عمل دراما كتير يعني حتى ابيض واسود واخرج وسهرات مزبور. وسهرات تلفزيونيه. صح. ومسلسلات بس كتير. طبعا الحاجات المشهوره هي اللي هي عملها. هي من اول ما اول حاجه مشهوره ليه كان زينب والعرش. يا نهار ابيض. صح. كان زينب والعرش ده سنه 80. صح. شوف حضرتك كان في كميه نجوم قد ايه. كمال الشناوي وحسن يوسف وسهير رمزي وصلاح قبيل وعبد المنعم ابراهيم وهدى سلطان. ومع ذلك هو كان منور. كان منور. هو اللي كان منور فيهم اكتر. شخصيه عبد الهادي. صح. رئيس التحرير. صح. ويعني وكان دايما هو يمكن فتحي غانم او المخرج الكبير يحيى العالمي وقتها في المسلسل قال ان مشاهد محمود انا كنت بعمل حساب لمشاهد محمود مرسي. يا سلام. لاني ما كنتش بعرف كان هو اللي بيوجهني. تخيل لما مخرج يعني هذا مخرج كبير الاستاذ يحيى العالمي طبعا رحمه الله عليه لما كان يقول ان كان محمود مرسي ممثل بيوجه المخرج بأدائه طبعا يعني كأنه وصدقه بقمة اللي هو قمة محمود مرسي. صحيح. إلى جانب المسلسلات يعني رجل والحصان 82. هو اشتغل مع يحيى العالمي حاجات. اشتغل مع يحيى العالمي. عمل معاه زينب والعرش وعمل معاه أخر بنات أفكاري. العائلة مش هو؟ العائلة لا كان إسماعيل. العائلة كان إسماعيل عبد الحافظ. متأكد؟ إسماعيل العائلة سنة 94. وحيد حامد أو إسماعيل عبد الحافظ. أيوه. هو اشتغل مع كل المخرجين العظام. مش عارف انا كنت رابط العائله محمد المخرج محمد فاضل عمل معاه ابداعات. صحيح. رحله ابو العلا البشري وعصفور النار. مظبوط مظبوط. وعمل مع يعني هو ما سابش حد مهم واشتغل اشتغلش معاه. الى جانب حضرتك لو نيجي نشوف محمود مرسي هنشوف ان في فنانين كتير جدا في يعني كان في بعض كان في بعض يعني هو رفض محمود مرسي رفض اثنين يقفوا معاه. رفض؟ قال ما ينفعش اشتغل معهم. تتخيل مين بقى يا استاذ تامر؟ اول حد كانت السيده العظيمه سناء جميل مع انه اشتغل معاها في الاذاعه. كان المفروض مسلسل الرايه البيضاء. هو مكان جميل راتب؟ مكان جميل راتب. وهو اللي رفض؟ هو قال مش هقدر اقف قدام سناء جميل. يا سلام. تخيل حضرتك. قال كده. بالظبط. سناء جميل الدور ده مش هقدر اقف قدام لان سناء جميل انا ما اعرفش يعني او في ما ده الكلام اللي اتقال من الكاتب الكبير وقتها الاستاذ اسامه انور عكاشه. مؤلف المسلسل قال ان محمود مرسي حس ان وهج السيده سناء جميل هيبقى اقوى منه في هذا المسلسل. يا سلام.
فرفض. وهو اللي قال لهم هاتوا جميل راتب. Yeah. ما اقتنعوش، راحوا لكمال الشناوي. كمال الشناوي رفض ايضا، وفي الاخر راحوا لجميل راتب. هي بصراحة سناء جميل يعني سحرها طاغي، هذه السيدة العظيمة وكمان طبعا. وكمان الدور يعني هي ممثلة عبقرية وجامدة جدا، الدور كمان مكتوب بشكل انها تاكل اي حد قدامها. بالضبط. هو ما هو هو يعني هو طبعا محمود ولا حمو ذكاؤه في ذكاؤه ولا الممثل الثاني يا استاذ تامر اللي ما يعني رفض يقف معاه كان سمير غانم. يا في فيلم اسمه لو تفتكر فيلم اسمه حد السيف، لما كان هو موظف كبير واشتغل انونجي ورا. ايوه طبعا صح، ورا السيده نجوى الفنانه الجميله نجوى فؤاد. ايوه، فكان المفروض اللي هيعمل الدور سمير غانم مش يونس شلبي. معقوله؟ فهو قال بلاش سمير، لان سمير غانم هيفطسه من الضحك، مش هعرف اشتغل مع حد، لان معروف ان الفنان العظيم سمير غانم رحمه الله عليه طبعا هذا الفنان بيعمل جو بهجه طبعا في بيعمل بهجه، فمش لان هو كان بيعمل حوار بيرتجل حوار مع نفسه سمير غانم رحمه الله عليه، وكان وكان هو عارف كل الفنانين عارفين ان سمير غانم ما فيش حد بيقدر يمسك نفسه قدام المشاهد اللي قدام سمير غانم. كويس. فاستبدلوه بالفنان العظيم رحمه الله عليه يونس الشلبي. يمكن هما دول اكتر اتنين كان مش 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 رفض بقدر من هو قلق. يعني مش هيعرف يتعامل معاه، لان طبعا سمير غانم رهيب طبعا، اسطوره الضحك رحمه الله عليه طبعا. لو شفنا الدراما يا استاذ تامر معاه، هنبص هو عمل مسلسل يعتبر من المسلسلات اللي هو نفسه بيقول يعني هو على فكره محمود مرسي لو تلاحظ حضرتك يمكن يكاد يكون الممثل الوحيد او الفنان الوحيد اللي ملوش لا حوار صحفي ولا تلفزيون. ايوه صح، انا كنت عايز اسالك على النقطه دي، انه لما تدور على حواراته وتصريحاته تقريبا ما فيش. في بداياته اتاخد منه حوار صحفي فاستبدل الكلام. فمن ساعتها خاصم وقاطع الصحافه او قاطع الميديا بصفه عامه، سواء كان تلفزيون او بقى يشتغل بس. انا اتذكر وقتها يا استاذ تامر كان في برنامج بيجي في التلفزيون المصري طبعا معروف اسمه جديد في جديد. طبعا جديد في جديد. انا مفكر بس الناس بالتتر والعلامه المميزه، فاكر كان اسمه جديد في جديد. فتقريبا الاعلاميه القديره السيده سهير الشلبي. اي فكان في تصوير لمسلسل بنات افكاري. تمام. فدخلت وكان كله موجود، فهو شافهم خرج من اللوكيشن، خرج من يا خالص للدرجه دي. كان انا متذكر هذا المشهد جيدا. كويس. هو محمود مرسي كان عازف وزاهد عن الشهره والاضواء، وكان حابب قوي ان يكون فنان يعني اعماله هي اللي بتتكلم بس عنه. بالضبط. حتى لو كانت في لقاء ما فيش لقاءات لي خالص. صحيح يعني. صحيح. محمود مرسي يبقى متهيألي ملوش زي في السينما المصرية. يعني في بعض الممثلين تقول الدور ده كان ينفعه كذا، او الفنانة دي شبيهة قريبة من كذا. محمود مرسي متهيألي كان مختلف. بالضبط. انت حضرتك لو شفنا هو واقف مع اربع نجمات، وكان في مشاهد بينهم وبين الاربع نجمات المفروض هيبقى في صفع على الوجه. من مين لمين؟ منه له محمود مرسي اللي هيصفعهم او هيصفع هؤلاء النجمات. كان اولهم كانت ناديه لطفي في السمان والخريف. وفعلا الالم يا حقيقي. الالم يا حقيقي. وسميره احمد في ليل وقضبان. كويس. وكانت الاعلاميه العظيمه استاذه نجوى ابراهيم في فيلم فجر الاسلام. ايوه صح. حتى هي نفسها قالت ما كنتش متوقعه ان الالم يجي بالشكل ده، لغايه ما حتى ان تقريبا العقد او الحلق طار. مظبوط. طار من على وجهها من شده الالم. هو كان حضرتك بص يا استاذ تامر، الفنان محمود مرسي يعني كان بيعمل كل حاجه بيتقمص، ما عندوش حاجه اسمها لا يعني لا، بيعيش الشخصيه. صحيح صحيح. والفنان اللي قدامه لازم بقى عارف كده كويس. حتى سعاد حسني ليه دور مع سعاد حسني في فيلم رهيب جدا اسمه زوجتي والكلب. يا نهار ابيض بتاع الفنار. وكان لوحدهم في الصحراء. ايوه كان هذا الدور دور طبعا فيلم سايكوباتي يعني نفسي جدا نفسه، وكان قايم بدور صح. الفيلم ده سعاد حسني ما قالوش المخرج الفيلم سعيد مرزوق رحمه الله عليه، قال له مش هنقول لسعاد حسني هتاخد قلم،
لانك مش هتعرف تقنع سعاد حسني بالالم لانها هتفضل متردده والمشهد مش هيقع. فطبعا الالم اقعد سعاد حسني 3 اسابيع. اوف. اتعطل التصوير 3 اسابيع من الصدمه. من الم رهيب. انا يعني الفيلم ده من الافلام الفيلم من الافلام المهمه. هو محمود مرسي ما عندوش هزار، ما عندوش رحمه، ما عندوش هزار. الم يعني الم يعني هذا الفنان لو مسيرته الفنيه كلها حافله بالامجاد الفنيه الزاخره واللي تقدر تقول يا استاذ تامر انها علامات مضيئه. صحيح. في المسرح، في المسرح يمكن ما شفناهوش في مسرح، لكن قبل المسرح الستينات ومسرح التلفزيون قبل فتره الشهره بقى بالظبط، الى جانب ابداعاته في امام ميكروفون الاذاعه. مظبوط مظبوط. انا من كنت من عشاق ان انا اسمع التسابيح اللي هو كان وده وعمل مسلسلات يا استاذ تامر، عمل مسلسلات عظيمه مخرج وممثل. صح. في امام ميكروفون الاذاعه يعني مش هنقدر ننسى اعماله الاذاعيه الرهيبه. هو كان حتى انه يعني قدم نجوم السينما لما كانوا يعرفوا انه هيبقى في معاهم محمود مرسي في المسلسل الاذاعي، كان على طول موجودين في معاه في الراديو. ما شاء الله. هذا الفنان يعني محمود مرسي قام وقيمه فنيه عملاق التمثيل، والحقيقه انا في رايي ان هو ما خدش حقه في التاريخ السينمائي وفي النقد السينمائي وفي الاهتمام الاعلامي بشكل كبير، لكن هو يستحق بكل تاكيد. كفايه ان افلامه صعب تلاقي فيلم نص نص او متوسط المستوى، كلها افلام عظيمه. والاستاذ محمد قال لنا انه كام، 6 من افلامه، 6 افلام، 6 من افلامه في قائمه اهم واشهر واضخم 100 فيلم مصري وعربي سينمائي، فده شهاده في حد ذاته. استاذ محمد انا بشكرك، دايما بنستمتع بتاريخك الفني، وعايزك بقى من دلوقتي تخش معسكر مغلق وتسخن وتستعد وتعمل دراسات عليا عشان العظيم عادل ادهم، برنس السينما عادل ادهم. بقول لك خش اسبوع تقفل على نفسك ما تطلعش ومحدش يشوفك. عادل ادهم. عادل ادهم. حضرتك بتختار الشخصيات اللي يعني الفنانين اللي ما لهمش زي. لا ما يعني عادل ادهم بس. وانا هقول لحضرتك حاجه والله يعني احنا فعلا عندنا ناس يعني ذاكر كويس، لان عادل ادهم ربما هتلاقيني انا مذاكره اكتر منك، لان انا من عشاقه. انا من رايي ان عادل ادهم ده الفنان الوحيد اللي كل الناس مذاكراه. لانه فعلا كان ليه اداء. لا 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 يعني بقول لك اهو هنمتحن في عادل ادهم، وعزيز دي عايزك تجيبها لي. ايه عزيز زي ما بيقول الكتاب. عزيز شرفت حبيبي يا استاذ تامر، ونشوفك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. انا الشرف الكبير ليا والله يا استاذ تامر. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. بعد الفاصل هناخدكم في جوله اتوبيس رحلات النهار، مستعد عشان نطلع على ماسبيرو، هذه الدوحه الجميله اللي كلنا بنهفو اليها فؤادا، وانا شخصيا منتمي اليها عشقا، بيتي اللي تربيت فيه. هنروح نهني ونحتفل ونحتفي بكل الاعلاميين والاذاعيين في ماسبيرو بمناسبه عيد الاذاعه المصريه وعيد الاعلاميين المصريين. جمهورية مصر العربية من القاهرة. حلو سطح يا حلو طل صباحة وعسى. كلمتين وبس. هنا القاهرة دي أول عبارة انطلقت بها موجات الإذاعة المصرية يوم 31 مايو 1934. انطلقت هذه الكلمة لتمثل الشرارة الأولى لموجات وحملات من التنوير والثقافة والترفيه والسياسة والفن والحب وكل المشاعر اللي كونت وجدان المواطن، مش بس في مصر، في الوطن العربي. انطلقت هذه الجملة وهذه الموجات عبر أثير الإذاعة المصرية من هذا المبنى، المبنى التاريخي العملاق، مبنى ماسبيرو اللي بيقع في وسط العاصمة المصرية القاهرة وعلى ضفاف النيل للخالد، علشان يبقى المبنى اللي يمثل جامعة ومصنع للإعلام،
تخرجت منه الكوادر سواء الإذاعية أو التلفزيونية علشان تصنع الإعلام المصري، وأيضا ساهمت في تأسيس وصناعة الإعلام العربي سواء إذاعيا أو تلفزيونيا. وأنا أحدثكم الآن من داخل مكتب رئيس الإذاعة المصرية. هنا جلس الكبار، وهنا يجلس الآن محمد نوار من أجل السجع يعني. من هنا أديرت الإذاعة المصرية عبر أكثر من 8 عقود كاملة، وضعت السياسات وكانت الاجتماعات والتحضيرات والدراسات والتخطيطات من أجل وضع البرامج ووضع المحتوى الثقافي والفني والديني والرياضي، المحتوى البرامجي لكل الإذاعات المصرية. وهنا نمت الإذاعات من إذاعة واحدة لأكثر من 10 الإذاعات الآن اللي بتملأ الفضاء نورا وتنويرا. الإذاعة المصرية ماضي كلنا بنفتخر به، وحاضر كلنا فرحانين به ومؤمنين به، ومستقبل كلنا بنعمل على انه يكون اكثر ازدهارا. الإذاعة المصرية عاملة زي العود والمسك كده، كلما بقيت وكلما ازدهرت كلما زادت رائحة حلوة وازدادت نفعا كمان للناس. النهاردة الحلقة أنا بدعوكم لمتابعتها لأنها تحمل جولة داخل رضاهات وكواليس ومكاتب وقطاعات واستديوهات الإذاعة المصرية. وأنا كان نفسي وأنا بلف والكاميرا معايا وحركوا هتلفوا معانا كمان تشموا عبق التاريخ وعبق الريادة وعبق حالة الحب اللي موجودة في الإذاعة وانتوا بتلفوا، بس أنا أعتقد أن الجولة هتشعركم بالشعور ده. الإذاعة المصرية فخر، والإذاعة المصرية أمل، والإذاعة المصرية تاريخ، وكل سنة وكل إعلامي وإذاعي مصري سواء من الذين رحلوا عن عالمنا، طبعا رحلوا جسدا لكن أثرهم باقية وهم طيبين، والإذاعين الحاليين إن شاء الله هم اللي بيحملوا الراية على أكتافهم علشان يقدموا لنا أجيال قادمة من الإبداع والإعلام والإذاعة المحترمة. وكما بدأنا هنا القاهرة نختتم أيضا هنا القاهرة. القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية مباركة بصوت قارئ شيخ محمد يحيى الشرقاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. ايه الاخبار؟ اهلا بحضرتك. كله كويس؟ اهلا الحمد لله. طبعا الواحد وهو موجود في إذاعة القرآن الكريم بيحس بعبق وعراقة هذه الإذاعة اللي هي درة الإذاعات المصرية. أنا عارف أن أنتوا كمان يعني بتشهدوا تطوير في الأونة الأخيرة وعاملين حالة من حالات التحديث. كلمني شوية عن إذاعة القرآن الكريم وكلم السادة المشاهدين عن أهميتها، خصوصا لسه في الملايين أوفياء لهذه الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا بحضرتك وأهلا بقناة النهار، ونحن سعداء بكم وشرفتمونا. أولا أشكرك. إذاعة القرآن الكريم كما تعلم وحيطك يعني علم كبير هنا في العمل الإعلامي. إذاعة القرآن الكريم يعني هي درة التاج في الإعلام المصري. إذاعة القرآن الكريم هي رمانة الميزان. إذاعة القرآن الكريم هي حصن حصين. إذاعة القرآن الكريم هي حائط صد. إذاعة القرآن الكريم هي منصة للدفاع ومنصة للرد على ما يثار من شبهات وما يثار من قلاقل وما يثار من فتن. فنحن نعتبر إذاعة القرآن الكريم صمام أمان لهذا البلد. ممتاز. ونحن حريصون على ذلك تماما. فهي حصن الوسطية. هي إذاعة الوسطية والاعتدال. احنا بنتكلم على إذاعة القرآن الكريم، عندنا جزئين. في جزء متعلق طبعا بالتراث الرائع للقراء المصريين والشيوخ المصريين اللي كانوا يعني رواد في هذا المجال، واعتقد طبعا إذاعة
مليئة بتسجيلاتهم من تلاوة القرآن الكريم، والجزء الثاني هو الجزء التنويري. نعم. اللي له علاقة زي ما حضرتك قلت بالرسالة والخطاب الإعلامي والديني. نعم. طبعا نحن في ما يتعلق بالتراث، تراث القراء الكبار على مدار 24 ساعة حضرتك تتابع طبعا القراء الكبار، محمد رفعت، الشيخ محمد الصيفي، مصطفى إسماعيل، القراء الكبار هؤلاء، هذا يعني لهم نصيب الأسد فيما يذاع نظرا لقيمتهم الكبيرة، ونظرا لأنهم هم الذين تتلقى عنهم الأمة صح قراءة القرآن غضا طريا كما نزل. أيضا حتى يعني كبار المتحدثين، يعني نحن حريصون تماما على الإذاعة لهم، عندنا تسجيلات لكبار العلماء من مشايخ الأزهر السابقين والعلماء الكبار نذيع لهم دائما. فيما يتعلق بالجزء الثاني وهو يعني مهم، نحن بقدر الإمكان وبقدر المستطاع نحاول أن نلاحق ما يستجد من قضايا وما يستجد من أمور من خلال برامجنا، فنقوم بمعالجة مثلا ما يثار من شبهات، أو ما يثار مثلا ما تثير بعض الجماعات مثلا من يعني شبهات حول الدين أو حول ما يمس الوطن. صحيح. هناك أمور كثيرة تمس الوطن وتمس وحدة الوطن، تمس أمن الوطن، نحن حريصون تماما في برامجنا على متابعتها باستمرار والرد عليها وتقديم وجهة النظر الصحيحة فيما يخص هذه الأمور. فنوازن بين التراث ونوازن بين التنويرية. نعم، الرسالة التنويرية التثقيفية، فنحن دورنا هنا دور تثقيفي ودور تنويري في كافة مجالات الثقافة الإسلامية. ممتاز. نعم. حضرتك دلوقتي كنت بتقدم فترة مفتوحة فيها نعم قراءات لمين؟ تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي من سورتي النحل والإسراء. بسم الله ما شاء الله. نعم. بسم الله. نعم. طب أسمع. وهذا القارئ قارئ معاصر يعني قارئ طبعا. نعم طبعا. فنحن ايضا هناك توازن بين ما نقدمه للقدامى الكبار وايضا ما هو لازم الاجيال تتواصل طبعا. نعم تمام تمام. نعم. طب استاذن حضرتك بقى تعلمنا السماعه ونسمع معاك ما يذاع الان على اثير القران الكريم. دم مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. نعم. صدق الله العظيم. تسلم يا استاذ جمال. مرحبا بك يا استاذ. بالتوفيق وتحياتي لحضرتك وكل الزملاء في النهار العزيزه. اهلا بك. اهلا بك. شكرا. شكرا. تفضل. تفضل. القاهرة تقدم مصر لحظة بلحظة. معكم اليوم من أمام الميكروفون ميادة السعيد. مستمعينا في كل مكان أهلا بيكم، حلقة جديدة، حلقة يوم الأحد من مصر لحظة بلحظة على 107.4 FM. بنبدأ معاكم حلقتنا. احنا دلوقتي داخلين على غرفة التحكم اللي هو الكنترول روم بتاع اذاعة البرنامج العام الشبكة الرئيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله تمام والله. اتفضل. ازيكوا دقيقتين؟ تنورنا. ربنا يخليك. بتعملوا ايه هنا؟ بنشتغل. ده الكنترول روم بتاع البرنامج العام. استوديو الهواء. تمام. استوديو الهواء. طيب في يعني انا طبعا مدرك طبعا قيمه شغل حضراتكم، بس اللي مش متابعين ما يبقوش عارفين ايه اللي بيحصل في الكنترول روم. احنا هنخش كمان شويه على الاستاذ بعد ما تخلص الموجز وندردش معاها، بس حضرتك تقولوا لنا اهميه غرفه المراقبه او التحكم في تنفيذ الهواء.
الاول على جبلان فايف. احنا هنا بننفذ ديلي بروجرام. تمام. ده بيجي لنا كل يوم الصبح ليه توقيتات برامج. كويس. توقيتات البرامج كل برنامج لازم يطلع في ميعاده. حلو. بيبقى عندنا كذا وسيط في الاستوديو، مكان، كمبيوتر، اوتوميشن، بنعمل مزج بينهم. يعني انا ممكن اخد تتر الموجز من هنا، اخد الماده من هنا، اخد ماده من على شريط سي دي. انتوا بتبقوا مسايفين او يعني حافظين المواد دي؟ لا. امال ايه؟ في ناس تانية شغلهم ان هم مثلا مقدمين البرامج. بيسجلوا البرنامج. كويس. وبيسيفوه عندنا هنا. حلو. بيبعتوا فورما بيه ان هو لازم يتذاع في التوقيت الفلاني على الوسيط الفلاني. سي دي، اوتوميشن، مكان. احنا بنعمل مزج لكل دوت ونطلعه عن طريق ميكسر الصوت. والمذيع طبعا معانا بيبقى مثلا ايه، يلا في موجز، في مثلا نشره، يعني في برامج بتبقى متسجله. المذيعين بيسجلوها وبيسيفوها على واحده من الوسائط دي. تمام. ده غير برامج الهواء او نشرات وموجز الهواء. بالظبط كده. في فترات طبعا مفتوحه في الهواء. دي حاجه تانية خالص بقى، يعني ما شغل تاني خالص. تمام. غير البرامج المسجله. تمام. فاحنا بنعمل لهم مزج على الميكسر وبيطلع بقى بالصوره اللي المستمع بيسمعها يعني. ممتاز. وارسال البرنامج العام طبعا 24 ساعه. 24 مش كده بلا انقطاع. تمام. طب ما تدينا فكره كده، برنامج النهارده فيه ايه؟ يعني الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي واحدة. قولي واحدة. احنا دلوقتي عندنا فترة مفتوحة. فترة مفتوحة بتبقى عبارة. ده اللي احنا سامعينه ده؟ بالظبط. دي مكالمة على الهواء. يعني السماعة اللي شغالة دي، ده الفترة المفتوحة شغالة من الاستوديو التاني. لا مش تاني، من جوه، من هنا. تمام. تمام. دي بتبقى فترة يعني على مدار اليوم في عدة فترات مفتوحة بتبقى مختصة بالتغطيات الإخبارية أو فترة مثلا فيها منوعات أو فترة ثقافية، يعني بيبقى فترة ليها تايتل. وإحنا بن 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 يعني بيبقى قليل قوي فيها البرامج المسجلة. كويس كويس. وبعدين عندنا ولي البرنامج. نسيتي ولا ايه؟ واحدة لعشرة هي هتفضل مع المستمع، مع الضيف، لغاية مثلا الا خمسة. فانا هختار حاجة مناسبة او حاجة احنا متفقين عليها تطلع ورا المكالمة. المكالمة. تمام. بعد كده بتيجي عندي الساعة واحدة. الساعة واحدة عندي تتر لموجز الانباء. دقات بس عشان احنا دايما بناخد الدقات طبعا الاول. احنا ملتزمين قوي بالدقات، يعني كل المواجيز يعني. جميلة. بناخد هو انتوا عندكم موجز على راس كل ساعة؟ تمام. ونص. يعني غالبا في منتصف الساعه وراس كل ساعه. بناخد الموجز وهي بتقدم الموجز من جوه، بقول لها يلا، فبتقول لي اوكي، بتقولي الساعه وبتقدم الموجز. وبعد الموجز بيطلع برنامج اخباري. ممتاز. لو في برامج مسجله بناخدها، مفيش بنرجع تاني لفتره. بعد الموجز عندك ايه؟ بعد الموجز عندي اغنيه. عندك اغنيه؟ ايه ولا انت تختاريها؟ لا، دي بتبقى ثابته عندنا، بتبقى نازله على الديلي بروجرام. في اوقات او في مساحات بيبقى فيها ان انت ممكن تختارها، المخرج يختارها، المهندس الصوت او المكالمه نفسها بتدفعك انك تختار اغنيه. صح. معينه. وفي حاجه في اغنيات بتبقى ثابته. ممتاز. عندي اغنيه لخالد سليم واحدة وخمسة. بعد واحدة وخمسة. واحدة وخمسة ده التوقيت ولا اسم الاغنية؟ لا اسمها بلاش الملامة، هي بتاعتها واحدة وخمسة. تمام. وبعد كده هنرجع تاني للفترة المفتوحة بتاعتنا وناخد مكالماتنا ونسترسل الفترة دي. ممتاز. انتوا شفت حضراتكم يبقى قد ايه؟ ست ساعات؟ ثمان ساعات؟ ثمانية. زي المذيعين ولا؟ لا، هي بالنسبة لشيماء يعني بيبقى المهندسين بنضغط ساعتنا. انا مخرج بيبقى لينا توقيتات معينة، المذيعين لهم توقيتات معينة. هو انتوا مش 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 تيم كامل بيستلم ويسلم؟ لا يعني لا، احنا بنستلم ونسلم من بعض، بس كل اداره ليها توقيتاتها. يعني مش لازم انتوا الاثنين تبقوا بتستلموا مع بعض وبتخرج مع المهندس. لا لا. طب ليه كده؟ ماشي، ليها تجربه. هنشوف الموضوع ده في مع رئيس الاذاعه، نشوف القصه دي مع رئيس الاذاعه. تمام. انا بشكركم وبحييكم، وكلنا بنسعد دايما بمجهودكم. انتوا جنود مجهوله بس دايما بتبقوا ممتعين لنا ورا الاثير بتاع الاذاعه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا اسف ازعجتكم. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور استاذ تامر. احسنت يا استاذ على الموجب. ميرسي، شكرا جدا. معلش عطل حضرتك دقيقه. لا ابدا، اتفضل. اهلا وسهلا. طبعا استاذه بياده واحده من نجوم البرنامج العام. اهلا وسهلا. البرنامج العام ده يعني حاجه كبيره قوي في تاريخ مصر، وبيسموها الشبكه الرئيسيه. الاذاعه الرئيسيه، واللي بيمثل الاذاعه المصريه نفسها، لان كانت نشاتها باذاعه البرنامج العام. مزبوط. اول هنا القاهره اتقالت على ميكروفون البرنامج العام نفسه. صح. عارفه مين اللي قال اول هنا القاهره؟ طبعا كروان الاذاعه احمد سالم. مظبوط. صح. البرنامج العام تاريخ طويل جدا، واهميته بتنشأ زي ما قالت الاستاذه ميادة كده، انه كان بيمثل راس الحربه في شبكه الاذاعات المصريه.
بس انا عارف كمان انه في السنوات الاخيره في تطوير وفي رغبه حقيقيه انه البرنامج العام تعود الى رونقها وبهائها. فقولي لي ايه الملامح التطوير اللي بتحصل، ولسه الحاله اللي بينكم وبين مستمعي البرنامج العام اللي هم لسه اوفياء للشبكه؟ يعني في حالة حلوة بتحصل، أعتقد إن هي بتتمثل أولاً في شباب البرنامج العام وحتى مذيعي اللي لسه بيهتموا طبعاً بإنه يكون في جديد. برضو بنشكر جداً إن رئاسة الإذاعة ممثلة في أستاذ محمد نوار، هو أيضاً يعني مهتم بتطوير الشبكة الرئيسية وإذاعة البرنامج العام على مدى 9 شهور. يمكن ده مش وليد اللحظة الحالية، من 9 شهور سبقت، و كان هناك يعني برضو نوع من التطوير اللي هي بوادر بتديك أمل في أن بكرة هيكون في حاجة جديدة. دلوقتي أعتقد إحنا على مشارف النهايات، أن المفترض يكون في تطوير قادم بصورة أكبر إن شاء الله. إن شاء الله. كان في أخبار حلوة في الموجز؟ أخبار حلوة. طبعا أنا عارف أن الأخبار بتاعت الموجز راح بقى من هنا. دي يا أستاذ أنس بعد إذنك الموجز. مجلس النواب يناقش خلال جلسات عدم التقارير المشتركة وزارة التعاون مع وزير التجارة الدولي تشيلي يبحثان تمام، وزير التنمية المحلية يجب استمرار الحملات تمام، الهند تستعد. طيب في خبر حلو، هون الهند ابتدت تظبط شوية من فيروس كورونا، انتوا عارفين كانت جائحة بتضرب الهند بشدة، هتفتح المحل من بكرة عشان الأعداد بتخف. وتايلاند مش هتعرف عن القرار هزة أرضية، لا تمام كده حلوة أوي. احنا اسفين احنا ازعجناكي، بس كنا عايزين نسعد بيكي وان شاء الله نلتقي دايما على خير، والبرنامج العام يظل دايما هو الشبكه الرئيسيه وهو دره التاج بتاع الاذاعه المصريه ان شاء الله، ويكون في كمان تقدم ويكون يعني ملائم للاحداث الجديده والجمهورية الجديده طبعا ان شاء الله. يعني باذن الله شغلك، واسفين على الازعاج. لا ابدا، شكرا يا استاذ، شكرا جزيلا، مع السلامه. ميرسي ميرسي قوي ليك. ده استوديو 5، استوديو إذاعة صوت العرب، وده استوديو صوت العرب التاريخي، لأن صوت العرب بيشتغل هنا بقالها فترة طويلة. إحنا دلوقتي المادة المذاعة عندنا هي أغاني وعجباني، وأغاني وعجباني هو أيضا من البرامج التاريخية في إذاعة صوت العرب، يعتمد على وجود ضيف ما فيش مذيع، يعني هو ضيف متحدث ضيف الحلقة، وهذا الضيف هو اللي بيختار مجموعة من الأغنيات. إحنا عندنا النهاردة ضيف مصور صحفي اسمه سيد شعراوي، وهو بيختار مجموعة من الأغنيات. أم كلثوم، أنت عمري، ألف وعد، كريم نوالي، أعمل إيه عمرو دياب، حاول تفتكرني، عبد الحليم حافظ. أدعوني عليك لأيام الله، علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم رجال؟ احنا هنا في الدور الثاني، والدور الثاني ده مدخل الإذاعة المصرية بكل مكاتبها وغرف المراقبة والتحكم والكنترول رومز والاستوديوهات. هم وجهة الإذاعة المصرية، وهم حصن الأمان، هم عنصر الضبط والربط اللي طول الوقت ماشيين الاستوديوهات والمداخل ومحققين الأمن الحمد لله للإذاعة المصرية كلها. وابتسامتهم الجميلة دايما كانت بتصبحنا كل يوم الصبح واحنا جايين الإذاعة والتلفزيون. دول جنود مجهولة طول الوقت في العمل الإذاعي والإعلامي، لازم أعرفكم عليهم وأحييهم وأقول لهم إن هم عشرة عمر، وربنا يديهم الصحة والعمر كمان إن شاء الله. دايما موفقين وجهدكم مذكور ومشكور دايما ليهم. شكرا جزيلا. تسمحوا لنا بقى نخش ولا إيه؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم.
باشمهندس ابراهيم دي غرفه التحكم الرئيسيه ولا غرفه المراقبه؟ غرفه المراقبه الرئيسيه. اه دي اللي مسؤوله عن كل الاذاعات غرفه المراقبه الرئيسيه. بدايه بنحب نرحب بقناه النهار أشكرك. في التلفزيون المصري، ونرحب بالاستاذ تامر في بيته طبعا. ربنا يعزك. دي غرفه المراقبه الرئيسيه هي المسؤوله عن كل التحكم في استديوهات الاذاعه. كويس. متصله بمحطات الارسال. اي اشاره خارجه من اي استوديو او اي محطه لازم تيجي لنا الاول في غرفه المراقبه الرئيسيه، وبعدين نقدر نبعتها للمحطات المعنيه. كويس. الميكانيزم بتاع الشغل بيمشي ازاي؟ اشرح لي كده واحده واحده ايه اللي بيحصل في الغرفه. هو الصوت بيجي من الاستوديو بيجي لنا هنا في غرفه المراقبه. كويس. بيخش على اجهزه كمبيوتر. السيستم ده سيستم جديد احنا مركبينه في سنه 2010. تمام. سيستم حديث. بيخش على السيرفر. وعندنا مين سيرفر وباك اب سيرفر. تمام. على اساس برضو التامين للاذاعه المصريه. يبقى في حاجات احتياطي للاذاعه المصريه. تمام. السيستم ده مربوط بمحطات الارسال عن طريق خطوط معينه في الشبكه في الدور 28. أيوة. وفي بعض الاجزاء على طريق القمر الصناعي. كويس. فبنقدر نوصل احنا الكلام ده للمحطات الارسال. هل دوركم كمان ان لو في اي دروب او لو في مشكله تتعاونوا في حلها بسرعه؟ لو في اي مشكله غرفه المراقبه هي المسؤوله عن حلها. بترصد المشكله ازاي؟ برصدها لان انا عندي اجهزه مراقبه موجوده للاستوديوهات. اجهزه مراقبه موجوده لمحطات الارسال. اي ضرب بيحصل انا بقدر اغطيه. تمام. بحيث ان المستمع ما يحسش باي حاجه. كويس. دور السيرفرات كمان انها انا طبعا مش مهندس زي حضرتك. بس ليها علاقه كمان بارسال الـ 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 الاشاره للاقمار الصناعيه. دور السيرفر منحصر في انه يبعت الاشاره لجميع الجهات المعنيه. الأقمار الصناعية، الشبكات، محطات الإرسال. ممتاز. الغرفة دي عمرها قد إيه تقريبا؟ الغرفة دي طبعا هي غرفة المراقبة اتنشأت من ساعة إنشاء الإذاعة المصرية. يا من بداية تاريخ الإذاعة. من بداية تاريخ الإذاعة المصرية. ولكن طبعا بس طبعا ما كانتش تطورت. تطورت على مدار العصور. طبعا كان في سيستم آدم. هي ده رابع تطور. ده رابع تطور، رابع تطور دخل عليها. ليها التطور ده حصل في 2010. التطور ده حصل. وهي كان مكانها طول الوقت هنا؟ هي مكانها لا مكانها طول الوقت هنا. تمام. كانت موجوده في نفس المكان. حلو. حضرتك استلمتها امتى؟ انا استلمتها انا تعينت في سنه 90. 90. هي. استلمتها في سنه 90. كان في سيستم قبل ده الماني، وبعد كده حدثنا الى السيستم ممتاز الموجود حاليا. هنا انتوا تقريبا بتراقبوا او بتتحكموا في كم محطه او كم احنا بنراقب جميع المحطات الموجوده للاذاعه المصريه كلها بلا استثناء. عربي موجهات كل الاذاعات احنا بنتحكم فيها. تمام. ومراقبينها، وبرضه بنراقب المحطات اللي هي معنيه بهذه المحطه بهذه الاستديوهات. كلمني عن الماضي الجميل. طبعا اول ما دخلت الحقيقه يعني كنت عايز اخده بالحضن الجهاز ده اللي اتربينا عليه. طبعا الماكينه ديت ماكينه اذاعه شرايط كانت موجوده في الاستديوهات. فاحنا طبعا دي تعتبر تراث بالنسبه لنا. طبعا. فاحنا محتفظين بها في غرفه المراقبه الرئيسيه. لان احنا حدثنا الاستديوهات كلها كمبيوتر واوتوميشن. مظبوط. فطبعا دي حاجه من حاجات النوادر طبعا. والله يا باشمهندس اول ما دخلت يعني افتكرت بجد الايام الحلوه. هي شغاله؟ كمان دي شغاله مكنه شغاله. هاي طبعا. فطبعا احنا عايز اقول لحضراتكم انه بداياتنا كلنا كانت كده. البدايات كلها كان مكن متطور على مدار العصور. المكن دي اخر فئه. كان اسمه ايه الشريط ده؟ سين وري. بيتحدد بعدد الساعات. كويس. الشريط السين اللي هو الساعه. مظبوط. الشريط الري اللي هو نص ساعه، وبيتحدد برضه بالسرعات. مظبوط. يعني بقى الشغل اللي كان على المكن ده والقص واللزق والمونتاج والقصه اللي كانت صعبه جدا. جدا طبعًا. دلوقتي زراير بس بتخلص القصه طبعًا. في ثواني. طبعا الكمبيوتر حدث الكلام ده كله. دي تعتبر اخر جيل موجود في الاذاعه. اخر جيل من المكنه ده. من المكنه، لكن في اجيال قبل كده. طبعا حتى صح. احنا برضو محتفظين بحاجات زي كده. انا فاكر ان كان في مكنه من غير زراير، كانت مكنه كلها بالبكر. بالبكر بالظبط. مظبوط. ده تراث ده يا باشمهندس. تراث طبعا. احنا محتفظين بالكلام دوت، ومحتفظين برضو باللي اقدم منه. تمام. موجود عندنا في الاذاعه المصريه. زي الفل. ممكن اخدها سنه في المكنه. شكرا يا باشمهندس، وكل التوفيق لحضرتك والزملاء طبعا. شكرا. ازعجناكم معلش، احنا اسفين. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. اتفضل. موسيقى.
بقى ممر الذكريات، الكوريدور ده اللي موجود في الإذاعة المصرية، كوريدور الأعلام والقامات والعباقرة والعمالقة اللي أثروا موجات الإذاعة المصرية في كل شبكاتها بكل الإبداعات، سواء رؤساء الشبكات أو المذيعين الكبار، كلهم أصحاب مدارس، كل واحد منهم ترك بصمة كبيرة جدا 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 في وجدان وعبر آذان ملايين من المصريين والمواطنين العرب كمان عبر سنوات طويلة جدا. عشان كده قرر المسؤولون في الإذاعة المصرية تخليد ذكراهم بحائط الشرف أو حائط البطولات أو ألبوم الصور اللي بيحكي تاريخ وإنجازات وسيرة ذاتية لكل قامة إذاعية كبيرة أثرت على وجدان الأمة العربية، وللأسف طبعا كلهم رحلوا عن عالمنا، لكنهم رحلوا جسدا فقط، لكن تركوا تراث وكنوز إذاعية وسيرة كلنا كإعلاميين بنفخر بيها على مدار الأجيال كلها. الأستاذة أمال فهمي، واحدة من أعلام الإذاعة طبعا وبرنامجها الأشهر على الناصية، وأنا كان ليا شرف يعني زمالة الأستاذة أمال فهمي والتعلم على إيديها في أشياء كثيرة جدا، وكنت بعزها وهي كانت تحبني جدا رحمة الله عليها. طبعا الأستاذ الكبير عبد الوهاب يوسف، واحد كمان من الإذاعيين اللي صوتهم ما زال يتردد في أذاننا، ومعظم إبداعاته كانت في البرامج الدينية والأعمال الإذاعية الدينية، أشهرها طبعا برنامج السيرة العطرة. الأستاذة الكبيرة رحمة الله عليها سامية صادق، اشتغلت رئيسة للبرنامج العام ثم رئيسة للشبكة الإذاعية، وارتبط اسمها طبعا بأعمال كبيرة جدا جدا جدا، وكانت من الأعلام أيضا الإذاعية والإعلامية الكبيرة. الأستاذ محمد محمود شعبان، يمكن في ناس كتير ما يعرفوش اسمه الحقيقي اللي هو محمد محمود شعبان، لأن اسم الشهرة اللي اشتهر بيه على مدار سنوات طويلة جدا أصبح واحد من أساطير الإذاعة وبرامج الأطفال هو اسم بابا شارو. بابا شارو اسمه الحقيقي الأستاذ محمد محمود شعبان، وطبعا هو غني عن التعريف يعني. أستاذ حلمي البلوك، واحد من أهم المذيعين اللي شغلوا مناصب كثيرة في الإذاعة المصرية، وكان واحد من الأصوات كمان اللي تدرج في الشؤون السياسية، وكان مذيعا في صوت العرب إلى أن أصبح رئيسا لصوت العرب ثم رئيسا للإذاعة المصرية. أستاذ حلمي البلوك كمان قيمة إذاعية وإعلامية كبيرة جدا يعني رحمة الله عليه. الوالد، اقروا انتوا بقى سيرته الذاتية وانا هقرا له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي طبعا صورة الأستاذ الكبير سعد زغلول نصار، واحد من الأصوات كمان اللي عملت سنوات طويلة جدا في الإذاعة، تحديدا في إذاعة صوت العرب، وكان له برامج إذاعية ثقافية واجتماعية مهمة جدا، ساعدت في التنوير والتثقيف على مدار سنوات طويلة جدا جدا جدا. أشهر برامجه كان برنامج من القلب للقلب في إذاعة صوت العرب. السلام عليكم. أهلاً. محمد بيه. أهلاً محمد بيه، ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ سلام، أشرفتونا. شكراً جزيلاً، الشرف لينا. تفضل يا فندم، تفضل. تفضل. أنا شاكر أولاً الدعوة الكريمة، والوعد اللي حضرتك وعدته لنا لما كنا بنعمل الحوار الأسبوع اللي فات عندنا في قناة النهار، الحقيقة حضرتك التزمت بيه، وإحنا كمان التزمنا بالجزء الخاص بينا وجينا نشوف بيتنا الكبير المفخرة الإعلامية العربية كلها الإذاعة المصرية. وأنا حبيت أن أنا أختم الجولة عند حضرتك، أنا لفيت تحت في الاستوديوهات والمكاتب والأقسام، والحقيقة حاجة مشرفة وممتعة جدا، وحبيت أن أنا أختم الجولة عند حضرتك علشان
يعني نحط كده اللمسات الأخيرة في الكلام. أولا قل لي محمد نوار دخل المكتب ده أول مرة إمتى؟ لا دخلته من زمان يعني زمان. دخلته كتير، دخلته سلمت على الرؤساء اللي قبل ما تتولى المنصب بس عايز اقول لك قبل ما نبتدي انه هي مش دعوه، لانه ده بيتكم، ربنا يكرمك، ده يعني المبنى ده زي ما قلنا المبنى العملاق الرهيب المهيب اللي الرئيس جمال عبد الناصر انشاه عشان يرهب ويخيف الاعداء هو بيت كل اعلامي مصري، ده حقيقي، وبيت كل من يعمل في مجال الاعلام او الصحافه، الهيئه الوطنيه للاعلام، الهيئه الوطنيه للصحافه، المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، مسميات الحاليه للهيئه صحيح التي تعمل في هذا الشان. دخول هذا المكتب كرئيس اذاعه منذ اكثر من عامين، والحقيقه انه كان في بدايات عام 2019 والحمد لله ما كانش فيه كورونا فكانت الدنيا جميله ولطيفه. ممتاز. احساسك ايه لما وانا عارف انك ابن المبنى وابن الاذاعه، وزي ما حضرتك قلت كنت بتتردد على المكتب ده زمان وحضرتك صغير لسه في وابن صوت العرب من القاهره طبعا مهمه يعني طبعا صوت العرب دي الدره بتاعت القناه الاذاعات المصريه. نعم. احساسك ايه وانت كنت تردد على القامات الكبيره اللي كانوا بيسبقوا حضرتك على هذا الكرسي لما قعدت انت على الكرسي اللي سبقك فيه العمالقه دول؟ لا شعور طبعا يعني بالتحديد قطاع الاذاعه كمان اللي ابتدت في 31 مايو 1934، هي المشكله انه ان تكون رئيسا لاي قطاع من القطاعات هنا ده احساس جميل ولطيف، وانك يعني تكلل ما بذلته من جهد على مدار سنوات بهذه الوظيفه التي تحبها وتعشقها كمان، ده جميل ولطيف، ولكن ان تجلس يعني في هذا المقعد الذي جلس عليه سعيد باشا لطفي او رئيس للاذاعه، محمد بك قاسم، الاسامي واضحه تماما في اللوحه طبعا مرورا بالعظماء يعني لوحه الشرف من العمالقه دي، وطبعا الاستاذ امين بسيوني والاستاذ حلمي البولك وفاروق شوشه وحمدي الكنيسي وعمر بطيش، اسماء كل واحد منهم كل واحد فيهم جزء من تاريخ طبعا البلد دي طبعا، ويعني مش هبالغ لو قلت هم يعني جزء من عظمه البلد، ولا قلت ان هم قطعه ايضا من كبرياء هذا الوطن. صحيح صحيح. نعم. رئيس الاذاعه لو فتحنا دلوقتي الراديو ظابط الموجات على اذاعه ايه؟ لا انا بسمع كل الاذاعات، ما هو بحكم العمل بحكم العمل طبعا كل الاذاعات يعني، لكن بصفه عامه انت مش ميال لواحده منهم كمستمع؟ ما هم كلهم ابنائي، ما انا عارف الجمله دي، التعبير ده لازم كلهم ولادي. كلهم ولادي طبعا، لا بسمعهم كلهم الحقيقه ويمكن انا بحاول اسمع المحطات التي لم تطور بعد، لم تطور لكن المحطات اللي انتهجنا او مشينا كتير في خطه تطويرها، يعني القران الكريم نكاد نكون انتهينا يعني تقريبا تماما، الشباب والرياضه نفس القصه، اذاعه الاغاني، الشرق الاوسط الحمد لله ماشي كويس، تطوير محترم وممتاز، هننتقل بعد كده الى البرنامج العام، لجنه من كبار الصحفيين والادباء والنقاد والاذاعيين القدامى لتطوير البرنامج العام، ثم شبكه الاذاعات الاقليميه 12 محطه بتغطي الجمهوريه تمام، والشبكه الثقافيه وشبكه الاذاعات الموجهه التي طلبنا تغيير اسمها الى الشبكه الدوليه او شبكه الاذاعات الدوليه، وننتهي بصوت العرب من القاهره ان شاء الله. انا وانا معدي تحت الصوت كده عارف زي النداهة ندهني ساعه لما سمعت احد الساده المذيعين الزملاء وهو بيقول صوت العرب من القاهره، وكان في بدايه موجز او حاجه زي كده يعني لا في حاله وجدانيه سبحان الله موجوده في الاذاعه، زي ما حضرتك تفضلت كده تبقى بتشتغل في اي قطاع تاني هنا في المبنى حاجه والاذاعه حاجه تانية، لان هي هو هنا العمل في قطاع الاذاعه ممزوج بالحب يعني هو دي حقيقه، مش يعني حقيقه لما تدور هتلاقي انه اللي بقوله ده مظبوط تماما صحيح يعني صحيح. بنختلف شويه يمكن عشان نشاه القطاع منذ عام 34، قد يكون ده سبب انه كان القطاع الوحيد اللي موجود، يعني هناك اسباب كثيره قد تدفع الى هذا، ولكن في النهايه المحصله او النتيجه النهائيه لانه فعلا
كل العاملين في هذا القطاع يعني العلاقة بينهم وطيدة للغاية. في حاجة أنا بستها كمان يمكن أنا أفهمها شوية عشان أنا برضو ابن الإعلام في التلفزيون. العمل التلفزيوني والظهور على الشاشة قائم على الظهور والشهرة والنجومية. نعم. اللي مستتر وراء ميكروفون الإذاعة لا يجلس وراءه إلا حبا، لأن هو عارف إنه يمكن شكله مش معروف ولو مشي في الشارع الناس مش هتعرفه. أيوة. بس حالة الحب زي ما عليك قلت والصلة اللي ما بين المذيع أو المهندس طبعا أو مخرج الشيفت وكذا والمايك وما يصدر منهم خروجا على الأثير، هي دي اللي تقول لك ان دي بس حب للمهنه. لا، وهو يقدر يعمل على السوشيال ميديا والصفحات البرائد طبعًا، ويعمل لنفسه اعلانات ويعمل لنفسه. مظبوط. ولكن هو ما بيعملش لان هو مكتفي بالنجاح ده، يعني نجاحه امام الميكروفون كافي للغايه وكافي تماما حتى لو مشيت في الشارع ومحدش عرفك يعني. صح، وده حقيقه قمه الاحترام وحب المهنه. كل القامات والعمالقه اللي حضرتك شاورت لنا عليهم في لوحه الشرف. نعم. للعلامات الاذاعيه الكبيره كل واحد منهم كان له بصمه طبعا مهمه، سواء كمذيع او عندما جلس على هذا الكرسي كرئيس الاذاعه. محمد نوار لما يترك هذا المكان يحب ايه البصمه اللي يسيبها؟ ايه اللي اتقال انه اهم حاجه عملها محمد نوار سواء اتمها او نفسك تتمها خلال الفتره الجايه؟ لا انا بشتغل علشان يعني علشان المكان ده لازم فعلا نشتغل عشانه. وبشتغل علشان المكان ده انا مش هقول ادانا كتير، ادانا انا شخصيا كتير وادى الزملاء كلهم كتير، ولكن هو يعني حق المكان ده ان احنا لازم نشتغل دون ان نفكر ماذا سنترك. يعني احنا بنشتغل علشان نحقق النتائج المرجوه، زي ما احنا في مرحله دلوقتي محتاجين ان احنا ندعم السيد الرئيس وهو بيبني البلد من اول وجديد، في مناطق بيعاد بنائها، في مشروعات عملاقه وانجازات متتاليه يوميا، المفروض ننقل صوره حقيقيه واقعيه للمواطن حتى يستطيع المواطن ان يدعم القائد في مرحله البناء وفي باقي المسيره. ده بنعمله، ده دورنا. الدور الثاني ان احنا بنرفه او بنقدم المنوعات وبنقدم الثقافه، بننور ونوعي، ويعني ادوار كتيره احنا بنحققها النهارده. عايز اقول لحضرتك انه لولا بصمات هؤلاء 22 رئيس اذاعه من سنه 34 حتى اليوم، يعني لولا هذه البصمات ما وصلت الاذاعه الى ما وصلت اليه. هتقول لي ايه ما وصلت اليه؟ هقول لك انا عندي محطه واحده القران الكريم بيسمعها 40 مليون. بسم الله ما شاء الله. يعني لا منافسه، يعني 18 30 دوله في بعض. خلاص لا ما فيش منافسه خارج المنافسه بتاعت القران الكريم طبعا. شباب الرياضه نفس القصه، متفرده اذاعه الاغاني، ملايين بيستمعوا لاذاعه الاغاني. مش عايز اقول لحضرتك كمان برنامج الموسيقى في الشبكه الثقافيه النخبه بتستمع. صحيح ما فيش شبكه هنا يمكن الاستغناء عنها. ولكن اولا احنا ده اضف ان ده المزايا اللي بتتفرد بها الاذاعه المصريه، انه مش بس قائمه على المنافسه والدخول في تحديات مع الاذاعات الاخرى. لا احنا ما عندناش منافسين، ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، احنا قلنا سابقا ان احنا ما عندناش منافسين. انت ما عندكش منافس بس انت في قلب المنافسه يعني. ودي حاجه كويسه ان المنافسه بتخلق التجويد والتطوير، لكن انا بتكلم كمان على المسؤوليه الادبيه والالتزام اللي عند الاذاعه المصريه. مثلا انا سعدت جدا وانا ماشي مع الزميل اللي كان بيرشدنا يعني تحت في الاستوديوهات لما شاور لي وقال لي دي اذاعه الكبار. نعم. مين يعمل اذاعه للكبار غير الاذاعه المصريه؟ ما فيش. ما هو ده اللي انا بقوله بقى، ان في بعض الحاجات خارج المنافسه. ده مش في مصر فقط، لا ده في الشرق الاوسط او في الاقليم او في العالم. يعني انت لما تيجي دائما هتلاقينا احنا سباقين. يعني شبكه الاذاعات المتخصصه التي انشئت في عام 99 لم تكن موجوده في العالم كله. مظبوط الحقيقه يعني. مظبوط. وكان مخطط لها انه يبقى فيها اكتر من يعني حوالي 14 محطه. الله يرحمه الزميل ماهر مصطفى كان شريك في البناء، استاذ حمدي كنيسي كان راعي للفكره، والسيد الوزير صفوت شريف طبعا هو اللي وافق على الفكره. احنا كنا بنخطط لانشاء اذاعات خاصه بالدراما، السينما، المسرح، الاغاني اللاتيني محطه كامله، الاخبار طبعا والموسيقى التي تحولت الى راديو مصر، اذاعه الكبار. يعني دائما احنا سباقين في هذا المجال، والحمد لله. لو تكلمنا عن تعبير الرياده اللي بيرفضه البعض، لا هي حقيقه، لا هو حقيقه واقعه. ده اللي بيشكك في الرياده
يجي بس يعدي من قدام الإذاعة المصرية وهو يشم رائحة الريادة في كل حتة. يعني هو يعدي بس من بره. أيوة صحيح صحيح صحيح. طيب محمد أنا بشكرك و يعني في شخصك الكريم بنوجه التحية لكل الزملاء في الإذاعة المصرية من أكبر المذيعين وأكبر القامات إلى أصغر العاملين فيهم، كلهم جنود معلومة ومحترمة وبيأدوا أداء محترم، والإذاعة المصرية تظل دايما مثار فخر، وأنا باعتباري إعلامي بعتبر أن الإذاعة المصرية دي هي المدرسة اللي علمتنا كلنا، وما زالت منارة تشع في العالم العربي كله ثقافة وتنوير وحضارة. بشكرك وبدعو لك بالتوفيق، وإن شاء الله لقاءاتنا القريبة تبقى في مراحل تطوير أخرى تشغل. أنا اللي بشكر حضرتك على هذا اللقاء غير المرتب يعني أو غير يعني المعد له مسبقا، وعايز أقول لحضرتك أنه إن شاء الله إحنا في المرحلة القادمة بنعود إلى مكاننا الصحيح، وإن شاء الله سنتقدم أكثر كثيرا مما يعني يتخيل البعض إن شاء الله.